موسى التعمري مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. انتصر فيها المنتخب الأردني 2-1 في مباراة الذهاب. التعمري في أول كرة، التعمري كرة عدت ومرت، التعمري في أول تهديد على مرمى ماثيو ريان، التعمري في أول لقطة وفي أول ظهور. هذا كيف له أن لا يبدأ اللقاء يا سيد فيتال؟ في بعض المدربين، ولو أنني لا أود التحدث عن المدربين على الإطلاق، برافو العودة في التوقيت المثالي. موسى التعمري مر من الأول، مر من الثاني، التعمري يتقدم، موسى مر من أكثر من لاعب، التعمري يسدد كرة، التعمري لاعب على لاعب راح يروح، التعمري مر، تقدم موسى يسدد كرة للمنتخب الأردني في شوط المباراة الثاني. كنا لا نشاهد هذه الفرص، لكننا في شوط المباراة الثاني نشاهد ذلك، وحقيقة من خلال العديد من المباريات ندرك بأن المنتخب الأردني عنده التعمري. موسى يوقف على كرته، جميل العرضية، يا الله من قدم التعمري، لكنها لم تستغل عن طريق طارق خطاب. طارق خطاب، كنا ننتظر أن تطرق الباب، كنا ننتظر أن تطرق الباب يا خطاب. موسى مر من الأول، التعمري مر من الثاني، موسى التعمري مرر، دردور دردور، الله، كرة بثلاث لمسات أردنية جميلة. الله عليك يا تعمري، الله عليك يا ذهب، الله عليك يا موهبة، الله عليك يا مفخرة للكرة الأردنية.